بث ناشطون مقطعا مصورا لسيارة مساعدات أممية طبية شبه فارغة دخلت عن طريق الهلال الأحمر إلى غوطة دمشق الشرقية، ويظهر المقطع تجمع الناس والمصورين حول السيارة وسخريتهم من العربة الخاوية والتي لا تحوي أكثر من 20 صندوق مساعدات فقط. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غوطة دمشق مراسل حلب اليوم منصور أبو الخير. أهلا بك منصور، ما هو حجم المساعدات الأممية التي دخلت الغوطة، وهل جميع تلك الشاحنات فارغة؟ نعم أحمد، بالفعل الأمس عند الساعة 6 من مساء اليوم أمس دخلت قافلة للأمم المتحدة مع وفد للأمم المتحدة عبر منظمة الهلال الأحمر، دخلوا عبر معبر حرستا الشرقية، دخلوا منها إلى بلدات حموريا وحزة وبيت سوا وعنترما وهذه المناطق. طبعا القافلة كانت تحوي 40 شاحنة تحوي مواد غذائية ومواد طبية. المقطع الذي نشر بالفعل هو يظهر أحد العربات أو أحد الشاحنات الفارغة التي لا تحوي إلا 18 صندوق من المواد الطبية. طبعا أغلب الشاحنات التي تحوي مواد طبية كانت كهذا النموذج التي صوره مقطع الفيديو، أما الشاحنات التي كانت تحوي مواد غذائية فكانت مقبولة بعض الشيء. طبعا المدنيين داخل الغوطة الشرقية والناشطين عندما بثوا هذا المقطع الفيديو بسخريتهم يريدون إيصال صورة للأمم المتحدة بأن الغوطة الشرقية تحتاج المواد الطبية التي أنتم تحرمونها منها. طيب ما هي أبرز المواد منصور التي تحتاجها الغوطة الشرقية؟ طبعا المواد الطبية على وجه الخصوص تحتاجها الغوطة الطبية بجميع أشكالها. طبعا في الفترات السابقة كنا نرى مناشدات من المكاتب الطبية والمشافي داخل الغوطة الشرقية بموضوع غسيل الكلى، جلسات غسيل الكلى، فالغوطة الشرقية تحتاج على وجه الخصوص جلسات غسيل الكلى كونها تحتاجها بشكل دوري. أيضا لقاحات الأطفال التي حرم منها أطفال الغوطة، وبعد نداءات كثيرة استطاع الهلال الأحمر إدخال كمية من اللقاحات قد لا تكفي أطفال الغوطة الشرقية كاملة. طبعا هؤلاء المادتين على وجه الخصوص من المواد الطبية تحتاجها الغوطة الشرقية، أيضا باقي المواد الطبية كلها تحتاجها الغوطة الشرقية بكل حسب أهميته. طبعا كما ذكرنا المواد الطبية كانت ضمن هذه الشاحنة قليلة جدا، لا ندري لماذا الأمم المتحدة لم تدخل الكمية الكافية من المواد الطبية. طيب هل تلقى الأهالي منصور وعودا من الأمم المتحدة بإدخال مساعدات أخرى في وقت لاحق؟ طبعا عند السؤال مبعوث الأمم المتحدة حول هذا الموضوع والسبب من وجود هذه الشاحنة الفارغة من المواد الطبية، تهرب المبعوث الأممي من الإجابة وتوعد وجود قوافل أخرى ستدخل إلى الغوطة الشرقية. أشكرك جزيل الشكر مراسل حلب اليوم منصور أبو الخير، كنت معنا من غوطة دمشق الشرقية.